بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله هبدأ معاكم سلسلة جديدة من الفيديوهات عن اللور لمب، ونبدأ النهاردة نتكلم عن الفاشيا of the thigh. وطبعا كلنا عارفين السوبرفيشال فاشيا والديب فاشيا. هبدأ بالحديث عن السوبرفيشال فاشيا. طبعا يا شباب، هو هتلاقيه دايما في الأطالس، مش هتلاقيه رسم الفات اللي ممكن يبقى موجود في السوبرفيشال فاشيا، لكن دايما بنلاقيه رسم الكيوتينيوس نيرفس، ونلاقيه رسم الفينز سوبرفيشال فينز اللي بتبقى موجودة في الليفل بتاع السوبرفيشال فاشيا، او اللي تعتبر من الكونتنت الموجودة في السوبرفيشال فاشيا. ودي رسمة تانية ممكن تلاقيها في اطلس نتر، سوبرفيشال نيرفس اند فينز اوف ذا لور لمب. والفينز والنيرفس السوبرفيشال دي بتبقى كلها موجودة في السوبرفيشال فاشيا، اللي هو الطبقة البيضة، بقى طبقة الشغاف البيضة دي اللي هو رسمها تحتيهم، دي اللي احنا بنسميها الديب فاشيا. واللي تحت الديب فاشيا دي بنلاقي الماسلز او بنلاقي العضلات. انما دايما لما نحب نتكلم عن السوبرفيشال فاشيا بنتكلم عن النيرفس والفيزلز الموجودة عندنا هنا. ويمكن من اشهر النيرفس الكيوتينيوس اللي ممكن تبقى موجودة في منطقة الثاي، نيرف يسمى اللاترال فيمورال كيوتينيوس نيرف، فهو فيمورال نسبة للثاي وناحية اللاترال، وطبعا جلدي فبنسميه كيوتينيوس. وفي عندنا زيه كده الانتيريور فيمورال كيوتينيوس نيرف، زي اللاترال بالظبط بس ده بيبقى ناحية الانتيريور. ويمكن هنا حتى تتفرج على مناطق السنسيشن الخاصة بالنيرفز ديت في منطقة الثاي. كل دي طبعا زي ما احنا شايفين كيوتينيوس نيرفس، بنجيب السنسيشن من مختلف المناطق الخاصة بالثاي. وبرضو من الاستراكشرز المهمة الموجودة عندنا في الليفل بتاع السوبرفيشال فاشيا مجموعة الفينز اللي احنا ممكن نسميها سوبرفيشال انجواينال فينز. ودي مجموعة من الفينز برضو سوبرفيشال، وبتبقى موجودة هنا في منطقة الانجواينال ريجون، فممكن نطلق عليها مصطلح كده السوبرفيشال انجواينال فينز. طبعا الأشهر منها إخواتهم الأرترز، السوبرفيشال انجواينال أرترز. أيا كان، في عندنا هنا مجموعة فينز بترجع تصب في وريد كبير، بيبقى هذا الوريد موجود في الديبلي، كود ديبلي، وهذا الوريد بنسميه الفيمورال فين. وده يمكن مشهد أوضح للفيمورال فين، و يعني ممكن نقول السوبرفيشال فينز بتروح تصب فيه. كل اللي عايزك تعرفه هنا ان السوبرفيشال فينز دي تعتبر من الكونتنت الخاص بالسوبرفيشال فاشيا، زيها بالظبط زي الكيوتينيوس نيرفس. في فين برضو رئيسي هنا ومهم جدا وشهير جدا يسمى الجريت سافينس فين. والجريت سافينس فين ده بياخد بعضه كده ويطلع ويطلع ويصب برضو في الفيمورال فينز. فالفينز الصغيرة من الآخر كده حاجة من اتنين، يا إما زي ده كده بتاخد بعضها وتصب في الفيمورال فين مباشرة، يا إما في فينز كده زي ما انت شايف تروح تصب في الجريت سافينس، والجريت سافينس هو اللي يروح يصب في الفيمورال فين. يبقى يا إما حاجة بتصب في الفيمورال فين دايركتلي، أو حاجة بتصب في الجريت سافينس وبعدين الجريت سافينس يروح يصب في الفيمورال فين. طب الكلام ده صعب يا محمد، الكلام ده هيتعاد مليون مرة، احنا بس بندي انترو كده. كل اللي انا عايزك تبقى عارفه انه الكونتنت بتاعت السوبرفيشال فاشيا النيرفس والفينز. وزي ما احنا عندنا فيمورال فين، في عندنا اخوه اللي جنبه الفيمورال ارتري، حتى تلاقيه بيقول لك فيمورال ارتري اند فين. وعندنا هنا برضو زي ما قلنا ادي اللونج سافينس فين اهو بيصب في الفيمورال فين. زي ما احنا في عندنا فينز صغيره بتصب في الفيمورال وبتصب في الجريت سافينس، في عندنا كمان شرايين صغيره، عندنا ارتريز بتطلع من الفيمورال ارتري، بتطلع من الفيمورال ارتري، بنسميها يا شباب ايه؟ السوبرفيشال انجواينال ارتريز. طب ليه سوبرفيشال؟ عشان سطحيه. طب ليه انجواينال؟ المنطقه دي يا شباب بنسميها الانجواينال ريجون، لسه هندرسها بالتفصيل في الابدومين هنا في اللور لمب، هتيجي كسرتها كذا مره يعني. فبنسمي هذه الشرايين سوبرفيشال انجواينال ارتريز، وهي برضه من الكونتنت الموجوده في السوبرفيشال فاشيا. نيجي لاخر حاجة عندنا وهي السوبرفيشال انجواينال ليمف نودز، نكمل كلامنا في الفيديوهات اللي